الله ينادي فاطمة يقول لها: يا حبيبتي وابنة حبيبي، سليني تعطي واشفعي تشفعي. رصيد مفتوح، مفتوح من قبل من؟ ليس من قبل بشر، ليس من قبل ملك، رصيد مفتوح من قبل الله عز وجل. لو أن فاطمة في ذلك الموقف شفعت لكل الأولين والآخرين، الله يشفعها، لأن الله لا يخلف الميعاد. الله ما يقول، لا يقول اشفعي حتى أنظر أقبل شفاعتك أم لا، يقول سليني تعطي. قبل أن تسأل فاطمة الله عز وجل يعطي الضمان، يعطي الكلمة، يعطي الوعد، الله لا يخلف الميعاد. سليني تعطي واشفعي تشفعي. هنا تأتي فاطمة. ابحثوا، الإنسان المحتاج هو الذي يبحث عن من يحتاج إليه، المريض هو يذهب إلى الطبيب، الفقير الذي يريد أن يستغني هو يذهب إلى الغني، الذي عنده حاجة معينة هو يذهب إلى من بيده تلك الحاجة. ولكن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لا، هم يبحثون عن المحتاج. رسول الله طبيب دوار بطبه، هو كان يبحث عن شخص هدي. الناس يحتاجون إلى رسول الله، رسول الله هو يبحث عنه. أمير المؤمنين هو كان يمشي في الأسواق في الأزقة في ذلك البلد الكبير المترام الأطراف، هو كان يبحث، يمشي في الأسواق في الطرق، مع أنه كان قد بعث مجموعات يبحثون عن الناس المحتاجين، مع ذلك بنفسه الشريفة هو أيضا كان يبحث. هذا ليس لأهل البيت في الدنيا فقط، في القيامة أيضا هكذا. في ذلك اليوم الصعب الرواية ماذا تقول؟ فاطمة سلام الله عليها تعطى مقام الشفاعة المطلقة، اشفعي تشفعي. هذه الشفاعة لا تعطى لأحد من الأولين والآخرين إلا لمحمد وآل محمد. انتظري يا فاطمة حتى يأتي إليك من تشفعين له، لا، فتلتقط شيعتها. هي تبحث عن الشيعة في يوم القيامة، لا أقول هي بنفسها ربما ترسل، ولكن هي تبحث عنهم، هي تلتقطهم، وهي تعرفهم طبعا، تعرفهم بسيماهم، تعرف أصولهم، تعرف فروعهم، هي تلتقط، هي تبحث عنهم، هي تأخذهم. فتلتقط شيعتها مع شيعتها، يجتمعون عند باب الجنة. ادخلوا، الله عز وجل يلقي في قلوب الشيعة أن يلتفتوا، يلتفتوا. الله عز وجل يخاطبهم: لماذا التفتوا؟ نريد أن يعرف قدرنا. لا بأس، ارجعوا إلى المحشر. من سقاكم لحب فاطمة، من دفع عنكم الغيبة لحب فاطمة، من أطعمكم لحب فاطمة، من قدم لكم خدمة لحب فاطمة، خذوا بيده وأدخلوه الجنة. يقول الإمام أبو جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام: فلا يبقى إلا الشاك والكافر والمنافق فقط. هذه الشفاعة بهذه الوسعة تشمل أكثر الناس.